من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب عرض الاعمال على النبي صلى الله عليه واله والائمه عليهم السلام هذا الباب من كتاب الكافي الشريف جمع فيه الكليني مجموعه من الروايات في تفسير قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بأعمال العباد. وعلم الله سبحانه وتعالى بالذات. لأن علمه عين ذاته. وأما الرسول صلى الله عليه وآله فهو يعلم لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه كما قال: "ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء". الله سبحانه وتعالى شاء أن يخبر رسوله محمدًا صلى الله عليه وآله بأعمال العباد، فالرسول أيضًا يعلم بهذه الأعمال. والمؤمنون المؤمنون ايضا يعلمون والمراد من المؤمنين في هذه الايه ليس كل المؤمنين لاننا بالوجدان لا نعلم اكثر اعمال العباد وانما المراد اكمل افراد المؤمنين وهم المعصومون عليهم الصلاه والسلام اي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والأئمة من ذريته هذا في الدنيا وليس المراد العلم في الآخرة لأن العلم في الآخرة والآخرة مذكورة في تتمة الآية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة يعني في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا يرتبط بالدنيا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون مرتبط بالآخرة. هذا بالنسبة إلى هذه الآية بشكل مختصر، وأما التفصيل في هذه الآية وتوضيح هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب، هو أن الله سبحانه وتعالى عادل، ومن عدله أن وعد العصاة بالنار، ووعد المؤمنين بالجنة. طبعًا الجنة بالنسبة إلى المؤمنين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأما النار بالنسبة إلى العصاة فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر عدله للناس. فلذلك جعل موازين في يوم القيامة في يوم القيامة يكون يوم الحساب الله قادر على أن يجازي الناس بدون أن يحاسبهم يلقي أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة بدون محاسبة ولكنه أراد أن يظهر عدله أراد أن يظهر فضله لكي يعلم كل من يدخل الجنة أنه يدخلها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل من يدخل في النار أنه يدخلها بعدل الله سبحانه وتعالى. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل يوم الحساب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. فالله يجمع الخلائق جميعا في صعيد واحد ثم يحاسب إنسانا إنسانا على أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زين بالنسبة إلى هذه المحكمة العصاة يأتون وينكرون هذا أمر طبيعي حتى في المحاكم المجرمون ينكرون جرائمهم عاده ويتخذون المحامين ليدافعوا عنهم كذلك هذه الطبيعه الموجوده في الانسان في يوم القيامه الانسان ينكر والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم زين. فالله سبحانه وتعالى لكي يظهر عدله للناس جميعا هنا جعل موازين اولا ملائكه يكتبون ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ملائكه يكتبون اعمال الانسان سواء كان من قول او من فعل وهذا الكتاب كل التفاصيل موجوده فيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها زين، اكو ملائكه يشهدون كتاب امليه او كتاب كتبه الملائكه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ثم اعضاء الانسان ايضا تشهد وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ايضا الله سبحانه وتعالى اتخذ من اوليائه شهداء يعني يشهدون لان كلمه الشهيد في الاصطلاح القراني بمعنى الشاهد نعم في الاصطلاح الروائي صايره حقيقه متشرعيه الشهيد في لسان الروايات يطلق على المقتول في سبيل الله، لكن في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي يعني الشاهد الذي يأتي ويشهد بعض اوليائه الله سبحانه وتعالى اتخذهم شهداء، زين اكو بعض هؤلاء يشهدون في بعض الامور. وبعض هؤلاء يشهدون في كل الامور. من هم هؤلاء الذين يشهدون في كل الامور؟ رسول الله صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام. نقرا في زياره الجامعه اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم. شنو معنى اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم؟ لانهم الشهود على الخلق. فالله سبحانه وتعالى يأمر الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأن يشهدوا على الخلق فيحضر الخلق عندهم ويشهدون طبعا بإذن الله لأن هذا الإياب وهذا الحساب بإذن الله لذا نُسب إلى الله سبحانه وتعالى تارة وإليهم أخرى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لأنه بأمر الله فنقول الله يحاسب إياب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن الأئمة ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى. فيحاسبون بأمر الله فكان الإياب إليهم والحساب عليهم. كما أنه مثلا في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها. في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في آية ثالثة: توفته رسلنا. لماذا تارة نسبت الوفاة إلى الله، وتارة إلى ملك الموت، إلى ملك الموت، وتارة إلى الرسل، لأن الأمر من الله، فلذا ينسب إلى الله. التنفيذ يكون عبر ملك ملك الموت، ولملك الموت أعوان، كما أنه مثلا نجد مسجدا ضخما، نقول: الرئيس بنى المسجد يعني شنو الرئيس بنى المسجد؟ يعني هو كان عامل؟ لا، يعني امر ببناء هذا المسجد ونقول المهندس الفلاني بنى المسجد ونقول العامل الفلاني بنى المسجد وكله صحيح اياب الخلق الى الله لان الامر منه حساب الخلق على الله لان الامر منه والله يامر الائمه بذلك وهم يحاسبون الخلق. طبعا رسول الله صلى الله عليه واله ليس مامورا بحساب الخلق، ما عليك من حسابهم من شيء، لان مهمه رسول الله اهم وهي انه يحاسب الائمه. الله يحاسب الرسول مباشره يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ إلى آخر الآية الشريفة. الله يحاسب رسوله والرسول يحاسب الأئمة والأئمة يحاسبون الخلق وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. زين. هؤلاء حينما يشهدون على الناس بأعمالهم حتى لا تكون شهادة زور الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويخبرهم بأعمال العباد فلذلك تعرض الأعمال على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وتعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل سنة وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذه الامه الوسط هم الائمه عليهم الصلاه والسلام لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذا من موازين يوم القيامه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه زين فالمجرم حينما يرى كتابه وحينما تشهد عليه الملائكه وحينما تشهد عليه أعضاؤه وحينما يشهد عليه الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأيضا الأعمال تحضر بناء على تجسم الأعمال هذا أيضا من موازين يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا العمل يتجسم في يوم القيامة حسب ما هو الصحيح فالإنسان يشوف أعماله أمامه هناك يذعن لا يبقى له مجال للانكار فاذا القي في نار جهنم هو يعلم بان بانه يستحق والناس في يوم القيامه يعلمون بانه يستحق عدل الله سبحانه وتعالى يظهر للناس اجمع اما بالنسبه الى المؤمنين فلا احد يستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا، حتى احنا طاعاتنا، عباداتنا كلها لا تفي بشكر نعم الله سبحانه وتعالى. الله خلقنا وغمرنا بالنعم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاذا عبدنا الله سبحانه وتعالى كل حياتنا وكل عمرنا هذا لا يفي بشكر نعم الله علينا، فلا نستحق بالذات على هذه العبادات شيئا على الله سبحانه وتعالى، ولكن الله كما تفضل علينا بان خلقنا وغمرنا بالنعم وافضل واهم تلك النعم الهدايه، كذلك يتفضل على المؤمنين بالجنه فوعدهم بالجنه فصار حقا عليه لانه وعدهم. زين في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس المؤمنين. الله أنعم عليك هذه النعمة لم تتمكن من أداء شكرها. أنعم عليك النعمة الثانية لم تتمكن من أداء شكرها، النعمة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة وهكذا. كانت لك ذنوب وتستحق على تلك الذنوب العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. إن الحسنات يذهبن السيئات. الشفعاء يأتون يشفعون له فإذا يدخل الجنة يعلم أن دخوله الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى مو بأعماله يقال أن رجلا في بني إسرائيل كان يقضي وقته في العبادة صائم النهار صائم النهار وقائم الليل فأصيب بالعجب، لا العجب معناه أن الإنسان يستعظم العبادة أو الطاعة التي يأتي بها. المؤمن هو لازم يكون بين الخوف والرجاء، لكن إذا استعظم استعظم الطاعة التي يأتي بها فهذا حالة من العجب. فقال: يا رب أريد أن تحاسبني بعدلك لا بفضلك. فحسب الرواية في الليل رأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحاسبه بعدله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، كان الله كان يريد ينبهه، فجيء برمانه كان قد رزقها منه رزقه منها، وجيء بأعماله كلها الله تفضل عليك بهذه النعمه. هذه النعمه كل اعماله من الطاعات والعبادات لم تف بنعمه واحده من هذه النعم اللي هي الرمانه التي رزقها الله سبحانه وتعالى اياها. زين هذه نعمه واحده كل اعماله اقل من تلك النعمه. فكيف بالنعم التي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. فإذا في يوم القيامة مظهر عدل الله سبحانه وتعالى، ومن مظاهر عدله أن اتخذ الشهداء، وحتى لا يكونوا شهود زور أعلمهم بأفعال العباد. زين الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: تعرض الأعمال على رسول الله. أعمال العباد. كل صباح يعني في كل يوم ابرارها وفجارها يعني ابرار الاعمال وفجار الاعمال هذا تعبير مجازي او ابرارها وفجارها يعني العباد سواء كانوا من الابرار او كانوا من الفجار فاحذروها احذر من اعمالك تقول انا سرا اتي بالعمل ما حد يطلع عليه لا الله يعلم به والرسول يعلم به وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون مو فقط الله يعلم بل يعلم رسوله ايضا تعرض الاعمال عليه فاحذروها وهو قول الله تعالى اعملوا فسير الله عملكم ورسوله وسكت يعني الإمام الصادق ما كمل الآية والمؤمنون وما فسر المؤمنون في ذلك الموقف فلعله كان في موقف تقية ما كان يتمكن من بيان أن المؤمنين في هذه الآية المؤمنون أمير المؤمنين والأئمة من بعده لكن في مواقف أخرى لم تكن تقية الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا تفسير المؤمنون في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام سماعه يقول سمعته يقول ما لكم تسوؤون رسول الله لماذا تحزنونه اساءه يعني احزنه إن تبدى لكم تسؤكم إن تحزنكم. ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه واله فقال رجل كيف نسوؤه؟ كيف نحزنه نحن؟ فقال يعني الإمام الصادق: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. لماذا؟ لأنه يرى أولا معصية لله. وهذا يسبب حزنه. الشيء الثاني يرى انكم تستحقون العذاب بهذه المعصيه والرسول رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فاذا راى مؤمنا يعرض نفسه لسخط الله يحزن لأن رسول الله أب لهذه الأمة إذا الآب رأى أن أحد أبنائه عمل عملا سيستحق العقوبة من الحكومة مثلا يحزن ورسول الله أولا يحزن لأنه لا يحب معصية الله سبحانه وتعالى أن تصدر من أي أحد ويحزن ثانيا لأنه يرى هؤلاء الذين ينتسبون إلى شريعته يعرضون أنفسهم ل سخط الله سبحانه وتعالى اما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه فاذا راى فيها معصيه ساءه ذلك فلا تسوءوا رسول الله وسروه اعملوا بالطاعات حتى يسر رسول الله بعملكم كالاب الذي يرى مثلا ابنه نشط وشاطر ويعمل بالاعمال الحسنه الاب يفرح بذلك حينما يرى ولده بهذه الكيفيه فالرسول حينما يرى الناس يطيعون الله سبحانه وتعالى يفرح بذلك في حديث اخر عبد الله بن ابان الزيات وهذا رجل كانت له منزله وجاه عند الامام الرضا عليه الصلاه والسلام قال قلت للرضا عليه السلام ادعو الله لي ولاهل بيتي ادعو الله لهم قال: اولست افعل الحمزه هنا للانكار الانكار الابطالي ليس للنافي نفي النافي يؤدي الى الاثبات مثل: اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين يعني يعلم اولست افعل والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة زين فأدعو لكم، شوف مؤمن عنده مشكلة، عنده قضية أدعو له، شوف مؤمن ارتكب معصية أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر له، قال: فاستعظمت ذلك، يبدو أن معرفته كانت قليلة، كان يحتاج إلى بيان وزيادة معرفة، والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زاده معرفة، لأنه احنا عادة هكذا نألف الأمور المادية، لذا حينما الأمور تكون حسب الموازين المادية عادي عندنا، لكن حينما ننتقل إلى الأمور غير المادية، هذه الأمور لا نألفها لذلك كثير من الامور غير الماديه الناس يستعظمونها يعني المشركون لماذا كانوا يستعظمون الاخره؟ لانه لم يالف الا الماده الحياه الماديه ان الانسان او الحيوان اذا مات لا يعود خلاص ينتهي اذا مات يبدا جسده بالتحلل الى ان يصير تراب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم زين خلق إنسان هذا من أعجب الأمور من أعجب الأمور خلق إنسان لكن لأن الناس ألفوا ذلك يسمع فلان تزوج فلانة تزوجت بعد فترة ورزقوا بطفل هذه أمور الإنسان يألفها لذا يصير عادي بالنسبة إليه إذا نسمع أن فلان الله رزقه ولداً جدا عادي عندنا لان الامر على المجرى الطبيعي. لو الله سبحانه وتعالى كان يريد احياء الاموات في هذه الدنيا واحد مات بعد عشر سنوات يعود هذا هكذا كانت الطبيعه يصير عادي عندنا نقول من القوانين الطبيعيه ان الميت بعد عشر سنوات مره ثانيه ترجع الحياه فيه. لكن الله سبحانه وتعالى اخر احياء الاموات كل الاموات الى يوم القيامه، طبعا قسم من الاموات يحييهم في الرجعه هذاك استثناء لذا الكفار كانوا ينكرون ذلك لانهم لم يالفوا يالفونه، طبعا بالنسبه لله سبحانه وتعالى ماكو فرق بين الغيب والشهاده، بالنسبه النا غيب وشهاده غاب عن حواسنا عن حواسنا او كان ظاهرا لحواسنا، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما كفر، الرحمن على العرش استوى، كل شيء نسبته إلى الله واحدة. عالم الغيب والشهادة. فالله سبحانه وتعالى يحيي الأموات في الآخرة، الكفار ينكرون ذلك لأنه خلاف المجرى الطبيعي. زين، الإنسان بطبعه لا يعلم الغيب. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. بطبعه لا يعلم الغيب الا اذا الله سبحانه وتعالى اعلمه على الغيب. اطلعه على الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. اذا واحد الله اطلعه على الغيب الناس يستغربون من ذلك. لانه خلاف المجرى الطبيعي. زين فحينما مثلا نبي الله عيسى يقول انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا كان خلاف المجرى الطبيعي ولذا علموا انه معجزه لانه خلاف الطبيعه. زين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول اعمالكم تعرض علي، هذا خلاف المجرى الطبيعي. هذا امر خاص من الله سبحانه وتعالى، لذلك الراوي يقول: فاستعظمت ذلك فقال لي: اما تقرا كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال: هو والله علي بن ابي طالب، طبعا ابرز المصادق هو علي بن ابي طالب، من بعد امير المؤمنين الائمه عليهم الصلاه والسلام. زين لماذا الامام الرضا في هذا الحديث ذكر مصداق واحد اللي هو الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام لانه الناس كانوا يعلمون منزله امير المؤمنين فلذا ان تقول ان هذا الامر يجري في امير المؤمنين عادي يتقبل بسرعه زين اذا جرى في امير المؤمنين يجري في الائمه من بعد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لماذا لأن الله الذي أعلم أمير المؤمنين بهذا الأمر قادر على أن يعلم الأئمة بهذا الأمر. إذا نلخص الكلام وقل اعملوا فسيرى الله، السين هنا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، السين هنا ليس للمستقبل القريب، السين هنا للتأكيد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يعني الان يراه الله عالم بالذات فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا في الدنيا وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لطاعاته وان يجنبنا معاصيه حتى حينما تعرض اعمالنا على الرسول ولا إما يسرون بتلك الأعمال هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين